عشاق القلعة الحمراء نادي القرن. كابتن حسن حمدي، هل قرار الاعتزال كان صعب بالنسبة لك؟ انت بتكلمني كأني راجل خبير. كنت انت رئيس نادي؟ لا، فني كبير. ما كانش عندك الهيبة؟ محروم منها. اطلق عليك اسمي يا كابتن. ما اقدرش اتكلم. لعبت كرة في الشارع يا كابتن؟ بلعب مع فطاح للرياضة في افريقيا كلها. ان كابتن حسن حمدي افادي النادي الاهلي وهو رئيس وكالة الاهرام، خدت قرار وندمت عليه؟ انت اي حاجة هتقولها كابتن الناس هتتقبل كل شيء. في نادي النادي الاهلي، في نادي نادي الزمالك. انت قلت ايه؟ وفي غلط. كان الجمهور ليه حق عند الكابتن حسن حمدي. لا ده ولا ده. هيجي 100,000 ملحوظ عليا. ولسه. بقول رأيي. انا عاوز اقدم حاجة صح للنادي الاهلي. المجري مع كابتن مصطفى عبده، السبت الساعة 11 مساء على قناة الاهلي.